الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان. الثالثة بتوقيت بغداد، وهذه نشرة مباشرة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. صمود غزة يدخل يومهم الرابع والعشرين، وفصائل المقاومة تواصل ردع الاحتلال بعمليات نوعية. وتحسبا من تكرار الغارات الأمريكية، فصائل مسلحة تعيد تموضعها على الحدود العراقية السورية. نصرة للقضية الفلسطينية، تحرك نيابي لطرد السفيرة الأمريكية وقطع العلاقات مع داعمي الاحتلال. أهلا بكم مشاهدين مجددا. البداية من فلسطين. ادخل الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على قطاع غزة يومهم الرابع والعشرين، وفي وقت يواصل الكيان الصهيوني قصفه العنيف على المنشآت والأحياء المدنية من الجو والبر والبحر، ما فقم من الكارثة الإنسانية للسكان. ولغاية هذه اللحظة تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني في قطاع غزة 8300 مدني، حيث كثفت قوات الاحتلال عملياتها مستهدفة البنى التحتية والمنشآت المدنية للفلسطينيين في غزة، فيما لم يبدأ الاحتلال عمليته البرية المزعومة لاجتياح القطاع المحاصر. في الأثناء دخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، كأكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ حصار المدينة من قبل الاحتلال الصهيوني، معظمها تحوي معدات طبية وصحية وأغذية، في وقت كانت تدخل فيه 500 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة يوميا قبل الحصار. وفي غضون ذلك، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية في عمق الأراضي المحتلة، حيث أقرت قوات الاحتلال بمقتل أكثر من 300 جندي وضابط منذ بدء عمليات طوفان الأقصى التي دخلت أسبوعها الرابع. واستهدف عناصر المقاومة الفلسطينية دبابات توغلت في شارع بمحيط غزة، واشتبكت مع القوات المتوغلة وأجبرتها على التراجع عن تمركزها في بعض مناطق الاشتباك، في وقت تؤكد فيه حركة حماس أن التهديد بالحرب البرية غير صحيح، لأن الاحتلال الصهيوني يخوضها منذ أيام. أما في الضفة الغربية، تدور هناك مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الصهيوني ومواطنين فلسطينيين بمدينة جنين ومخيمها، ما تسبب باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المدنيين في المدينة. إقليميا، تعرضت مدينة البوكمال الواقعة على الحدود العراقية السورية فجر الاثنين إلى قصف أمريكي استهدف شاحنات قيل إنها تعود لفصائل مسلحة، في هجوم هو الثاني من نوعه بعد ضربة جوية واجهتها واشنطن خلال 72 ساعة الماضية. وبحسب مصادر سورية، فقد نفذ الطيران الأمريكي 6 غارات استهدفت 5 شاحنات قبل أن ترد الفصائل المسلحة وتستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في حقل العمر بريف دير الزور ب15 صاروخا. وخلال الساعات الماضية أجرت فصائل عراقية مسلحة إعادة تموضع
في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، شملت إخلاء مقار عدة كانت تسيطر أقول عليها منذ سنوات، أبرزها بناية التقديم الجمركي القديم وساحة التبادل المقابلة للنقطة الحدودية العراقية السورية في القائم. تقارير صحفية أفادت بأن عملية النقل والإخلاء التي أجرتها الفصائل تأتي تحسبا لتنفيذ هجمات أمريكية جديدة على مواقعها في الأيام المقبلة، وذلك ردا على استهداف قواعد أمريكية في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا خلال الأسبوعين الماضيين. قدم 32 نائبا في البرلمان من إجمالي 329 آخرين طلبا إلى رئاسة البرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وطرد السفيرة إلينا رومانوسكي، وذلك دعما للقضية الفلسطينية. وجاء في طلب المعنون عقد جلسة استثنائية مخصصة للقضية الفلسطينية. وبحسب الوثائق، طالب الموقعون بضرورة أن تكون جلسة مغلقة تخصص فقط لمناقشة قضية طرد السفيرة الأمريكية من بغداد وإغلاق السفارة وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للكيان الصهيوني. وتستمر الفعاليات الشعبية التي تندد بجرائم الاحتلال الصهيوني ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق، إذ جسد رسام محافظة الأنبار المأساة التي يمر بها أطفال غزة المحاصرة من خلال لوحات معبرة. نتابع. تختلف هنا طرق التضامن والتعبير عن المأساة التي يمر بها سكان غزة جراء بشاعة الاحتلال الصهيوني. رسام محافظة الأنبار أبدعوا في تجسيد تلك المعاناة من خلال لوحات رسمتها أناملهم في محافل ومنتديات مختلفة، لا سيما على كورنيش مدينة الفلوجة. قدرت أضامن إياهم عبر لوحتي، يعني شون بلوحتي وبرسمي حبيت أضامن وياهم، قلبنا مكسور وكليتنا وياهم، يعني روحنا وياهم، شون إحنا نحس نفسنا روحنا يمهم وجسدنا بالعراق، لأن إحنا تألمنا مثل ما تألموا ونحس بهم وش يصير بهم هم. طبعا اليوم محافظة الأنبار بكورنيش الفلوجة سوينا معرض فني، وكل إنسان له طريقته الخاصة بالتعبير. احنا الفنانين حبينا ندعم فلسطين عن طريق لوحاتنا، حاولنا قد ما نقدر كل رسام يعبر عن الشيء اللي شافه والمواساة اللي عاشه، وانا لوحتي تتكلم عن أطفال فلسطين والمواساة اللي عاشوها من ناحية الحصار في الطعام والماء والكهرباء. ويأخذ الشباب على عاتقهم مهمة كبيرة في إيصال رسالة إلى العالم أجمع بأن دول الغرب قد أخلت بالمواثيق وانتهكت حقوق الإنسان، عسى أن يكون هناك تحرك لإيقاف نزيف الدم نصرة للقضية الفلسطينية. تقف اليوم الجماهير الكبيرة من مدينة الفلوجة من أطفال ونساء وكبار نصرة لأهلنا في غزة بعد أن هاجمهم الصهاينة المجرمون وقاموا بقتل الصغار والكبار وكبار السن، وهذه الجريمة البشعة تندى لها جبين كل إنسان في العالم. ومنذ 7 تشرين لم تنقطع الفعاليات الشعبية أو الوقفات التضامنية في مختلف محافظات العراق، خصوصا في محافظة الأنبار التي توشحت السواد حدادا على أرواح شهداء غزة. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. إلى شأن المحلي الآن، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات إطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات والأحزاب بعد غد الأربعاء، وذلك قبل شهر ونصف الشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة في 18 من كانون الأول المقبل. وأوضحت المفوضية أن الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات ستبدأ في 1 من تشرين الثاني الموافق ليوم الأربعاء المقبل، وستستمر 45 يوما، مبينة أن المواد الخاصة بالانتخابات بدأت بالوصول، حيث تسلمت المفوضية قسما منها، وهنالك
جدولة لتواريخ لوصول المواد الأخرى. إلى صلاح الدين، حيث تعالت أصوات ذوي المعتقلين لإقرار قانون العفو العام في أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، في وقت ترجح فيه أوساط نيابية تمرير القانون المتعثر قبل الذهاب للانتخابات المحلية. نتابع. أهالي المعتقلين يترقبون أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، وكلهم أمل أن يدرج قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة المنتظرة. مطالبات ذوي المعتقلين تمثلت بإقرار قانون العفو الذي انتظروه طويلا قبل انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول، فما يجري على معتقليهم الأبرياء لا يحتمل وفق قولهم. احنا نرجو من البرلمان يقرون العفو العام، يشوفون شارة للمساجين، كثرة التعذيب، قلة الأكل، ضعف اللبس، الأكل ما ينكال، دواء ما عندهم، بيهم مجربين تلبانين تلف فوق اللازم. واحنا نرجو من البرلمان جزيل الشكر أن يقرون العفو العام قبل الانتخابات. من الحكومة ومن البرلمان ومن العفو العام، إن شاء الله يا ربي يهديكم الله علينا وعلى المساجين وعلى المظالم. هذا اللي أريده من رب العرش العظيم للأبرياء، إن شاء الله كل بري إن شاء الله وكل مظلوم إن شاء الله رب العرش يبري. مراقبون أكدوا أنه في حال عدم المضي بإقرار القانون من قبل البرلمان والسعي لتنفيذه قبل الانتخابات، فستنعكس نتائجه السلبية على نسبة المشاركة خصوصا في المناطق المحررة. أكثر من مرة الحكومة العراقية وعدت بإقرار قانون العفو العام والبرلمان العراقي ولم يحصل. نتمنى على الحكومة العراقية إقرار هذا القانون قبل بداية الانتخابات، ليكون دافع معنوي وحافز للمواطنين بالمناطق المحررة للشراكة بالانتخابات، لأن حقيقة عدم إقرار القانون راح يكون عزوف عن الانتخابات وعدم الثقة بين المواطن والحكومة. نتمنى الاهتمام بهذا الجانب لأن جانب إنساني وجانب يخدم عوائل كثيرة من الذين فقدوا أبنائهم وغيبوا أبنائهم أثناء العملية العسكرية. من يطالب برفع الظلم عن الفلسطينيين عليه أن يرفع الظلم عن أبناء شعبه الأبرياء أيضا، إذ لم تعد السجون العراقية تحتمل الأعداد الكبيرة من المعتقلين الأبرياء خلف قضبانها. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. إلى إقليم كردستان الآن، حيث أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان إرسال تقارير ميزان المراجعة للأشهر الثلاثة الماضية إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد كجزء من الاتفاق المالي الأخير بين الطرفين. وجاء في بيان للوزارة أن وزير مالية الإقليم أوات نوري أرسل مراجعة أشهر تموز وآب وأيلول إلى وزارة المالية الاتحادية، وضم التقرير جميع إيرادات وصيرفات الأشهر الثلاثة المذكورة في الإقليم وفقا لقاعدة بيانات وأرقام واضحة. تقلبات سعر صرف الدولار أمام الدينار ألقت بظلالها على سوق بيع العقارات وبدل الإيجارات في إقليم كردستان، في وقت تسعى فيه حكومة الإقليم لإنهاء أزمة السكن وتطوير قطاع الاستثمار العقاري. نتابع. تداعيات عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار لم تقتصر على ارتفاع أسعار السلع والبضائع الغذائية فقط، بل تعدت إلى أكثر من ذلك، ليشهد سوق بيع العقارات وبدل الإيجارات هو الآخر تذبذبا وفقا لأصحاب الشركات العقارية والمقاولين. دائما يتأثر في صعود ونزول في عقار في أربيل، حاليا نشاهد في أماكن صاعدة في أماكن نازلة في صعود وفي نزول، طبعا في تأثير إيجابي وأكو مرة تأثير سلبي، لكن الوضع يعني زين مو زين، ويعني بهذا الوضع نلقى مثلا أكو مشاريع صاعدة، أكو مناطق صاعدة تقريبا 10% إلى 15%، وفي المقابل أكو أماكن مثلا 5% إلى 10% أكو نزول. وتختلف أسعار الشقق السكنية وخاصة المعروفة بالمربع الذهبي وأسعار قطع الأراضي والمنازل من منطقة لأخرى
إذ يوجد تفاوت في أسعار البيع والشراء وبدل الإيجارات، بالإضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة لكل وحدة سكنية. المواطن، أغلب المواطنين حاليا رواتبهم بالعراقي، فمن دا يريد يحولها إلى دولار، سعر الشقة أو سعر البيت بالدولار راح تكون عنده خسارة هواية. يعني أنت الفرق اللي عندك موجود هسه حاليا بالشدة تقريبا المليون دينار، يعني تقريبا راتب شهرين للموظف. هذا اللي سبب نزول العقارات والسوق متذبذب جدا. وتخطو حكومة إقليم كردستان جاهدة لإنهاء أزمة السكن فيها ببناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وبأسعار مناسبة وبأقساط مريحة، وتطوير قطاع الاستثمار في مواجهة تقلبات الدولار، كون المواطن الكردستاني محور اهتمام كبير بالنسبة لحكومة الإقليم. تذبذب في أسعار البيع والشراء وبدل الإيجارات في عموم مدن إقليم كردستان نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تعدد الأزمات الاقتصادية وعدم صرف رواتب موظف الإقليم وإطلاق حصته من الموازنة الاتحادية. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. في شأن آخر، وتفاديا لهدر المال العام والوقت، تتجه الحكومة إلى النظام الرقمي، فمع بدء العام 2024 ستكون وزارة الدولة ودوائرها ملزمة بهذا التوجه لإنهاء الروتين التقليدي. إليكم المزيد. دورة حياة معقدة تعيشها معاملات المواطنين في أغلب مؤسسات الدولة، يقتل المراجع نهاره متنقلا بين دائرة أخرى ومن نافذة إلى غيرها أحيانا في الدائرة الواحدة بسبب الروتين الذي يجهده ويبتزه للحصول على توقيع أو ختم لإنجاز معاملته التي تغمر في دهاليز السجلات الورقية وتختنق بالاستنساخات والطوابير الطويلة. ده يعاني منها المواطن والموظف. الموظف يجي كوه دايخ، لو متعارك ويا مرته على الحفاضات والحليب ودايخ، ولو راتبه ما يكفي والفلوس الايجار ما يكفي، يقعد يدور لك بسجل، يعطيك كتاب يدوخك بيه، ما تعرف وين تروح بيه. تروح لابو الوفيات، ابو الوفيات وين يشمرك؟ على صحتك الكرخ، ابو الكرخ وين يشمرك؟ هذا مو يمي، ارجع للكرامه، مستشفى الكرامه، واحد يشمرك على اخو، ما تخلص معاملتك. يعني شنو اللي يصير اذا الموظف انجز معامله اي مواطن يراجعه بسهوله وبتسهيل وبدون تعقيد وبدون رشوه وبدون روح لفلان وبدون تعالي في الساعة أو تعالي باكر؟ الهدف من عنده هو شنو؟ أن يبتز بمبلغ. الحكومة وفي إشعار عبر الفلوجة كشفت عن تحول عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى النظام الرقمي، وأن العام 2023 سيكون آخر الأعوام تتعامل فيه المؤسسات مع معاملات المواطنين بالورقة والقلم، وقد وضعت آلية التنفيذ كذلك سيكون شرطا لتقييم الوزراء. هناك جهد كبير جدا، وأنا أعتقد من خلال الوزارات المفروض تقدم تقارير. طبعا نحن ننتظر التقرير، الحكومة العراقية أصدرت التقرير النصف الأول في الشهر السادس لطبيعة عمل الوزارات وما الذي قدمت، وهناك تقرير مفصل عن واقع الأتممة، وإن شاء الله هناك التقرير السنوي الذي راح يصدر إن شاء الله في نهاية شهر 12، سيكون فيه إلى أين وصلت الوزارات العراقية في مشروع الأتممة. أضيف لك نقطة وهي مهمة، أن السيد رئيس الوزراء في أكثر من مرة في جلسات مجلس الوزراء كان يخاطب السادة الوزراء على أن الأتمتة، انتقال إلى التكنولوجيا، تطبيق نظام البي أو أس، هو أحد النقاط الأساسية التي يقيم عليها الوزراء. ويكلف الروتين التقليدي الورقي المتبع في أغلب المؤسسات الحكومية العراقيين هدرا بالمال والوقت، ويشكل إحدى حلقات الفساد والابتزاز وشيوع الرشاوي، مع عدم تمكن الأجهزة الرقابية من الحد أو السيطرة على عمليات الفساد التي تصاحب إنجاز المعاملة مهما بلغ حجمها وعنوانها. اصطدمت مساعي الحكومات السابقة بالعديد من العراقيل للتحول إلى الحوكمة الإلكترونية، وسط إصرار تبديه الحكومة الحالية لتنفيذ هذا الإجراء وتعتبره تحديا في مشوارها التنفيذي. علاء الحديدي، قناة الفلوجة، بغداد.
أفادت مصادر أمنية بمقتل وإصابة 8 أشخاص بينهم عناصر أمن شاركوا في نزعين عشائريين داميين وقع في مناطق متفرقة من محافظة ميسان. المصادر الأمنية أيضا ذكرت أن شابا في 20s من عمره قتل بقضاء الكحلاء بسبب نزاع مسلح بين أبناء عمومته نتيجة خلاف على أرض زراعية، فيما أدى نزاع عشائري آخر في منطقة الطيب بين عشيرتين إلى إصابة 7 أشخاص بعضهم عناصر أمن شاركوا بالنزاع الذي اندلع بسبب خلاف على أراض زراعية أيضا. في ذي قار حيث لا يمر يوم بلا جريمة جنائية في هذه المحافظة، أمر يعزوه باحثون إلى أسباب عدة أبرزها تردي الوضع الاقتصادي والمجتمعي إضافة إلى انتشار السلاح المنفلت. نتابع. لا يمر يوما من دون أن تشهد محافظة ذي قار حادثة جنائية، فذاك شاب نحره صديقا له في قضاء الرفاعي، وهنا عملية خطف شاب من قبل 4 أشخاص وسط الناصرية، وليلة أمس دقة عشائرية في قضاء الشطرة، وجرائم أخرى تحدث في وضح النهار. قضية الحالات القتل، احنا بين يوم ويوم جاي نسمع حالات قتل، يعني والقضية حالات القتل، أخو يقتل أخوه، صديقي يقتل صديقه، فهاي يعني حالة استغرابية، يعني أول مرة جاي تحدث أصلا حتى على مستوى العراق. الجرائم الجنائية التي ترتكب يوميا يعزوها باحثون اجتماعيون إلى أمور عديدة أبرزها الأوضاع الاقتصادية والنزاعات العشائرية، فضلا عن انتشار السلاح المنفلت في عموم ذي قار. الظواهر المستشرية بشكل عام في جنوب العراق وتحديدا في محافظة ذي قار هو ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة أو ما يصطلح عليه بالسلاح المنفلت. هذا السلاح يسبب مشاكل كبيرة، تفشي للجريمة، تفشي للاقتتال، تفشي لحالة ارتفاع مستويات العنف في المجتمع. كثرة الأسلحة المنتشرة في بين المواطنين هي هاي أدت، هاي أحد الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الجرائم، لأن لو فرضنا عدم وجود السلاح ما ممكن المشاجرة، ممكن المشاجرة تتحول مشاجرة بالأيادي بالغير الأسلحة. أما الحكومة المحلية في المحافظة فقد عزت ارتفاع الجرائم إلى قلة أعداد الشرطة المحلية، خصوصا بعد نقل أعداد كبيرة منهم إلى مديرية مكافحة المخدرات، مطالبة بزج أعداد كبيرة في سلك الشرطة للسيطرة على أمن المحافظة. ولكن نحن نعاني نقص في العدد الموجود بالقوات الأمنية باعتبار أن هناك نقل أكثر من كوادرنا على الدوائر الأخرى مثل مديرية مكافحة المخدرات اللي استحدثت حاليا، نقل يعني نقل لها كادر من قيادة الشرطة ذي قار، نحتاج إلى رفد قيادة الشرطة ذي قار بعدد من المنتسبين لغرض السيطرة على هذا الموضوع. وتشير مصادر أمنية إلى وجود ما لا يقل عن 2 قطعة سلاح في ذي قار وحدها، 80% منها غير مرخصة، أي أن كل 5 بيوت بيت واحد من دون سلاح كحد أدنى. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة. من ذي قار ننتقل الآن إلى الموصل، حيث نظم عدد من أصحاب وعمال المطاعم في غابات الموصل نظموا وقفة احتجاجية ضد إجراءات البلدية التي تسعى حسبهم إلى إزالة مشاريعهم وإنشاء مشاريع ترفيهية جديدة. وأكد المحتجون أن هذه المشاريع تعد مصدر رزق لآلاف المواطنين وأن إزالتها تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في المحافظة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن عقود التجديد قد توقفت من قبل البلدية بحجة وجود مخالفات إنشائية. وطالب المحتجون الحكومة المركزية والمحلية بإيقاف إجراءات البلدية التعسفية بحقهم. المزيد في ميكروفون الفلوجة. 36 سنة 35 سنة نحن مأجرين، والعقد الأولاني يقدرون البلدية هم يطلعوا، العقد الأولاني يقدرون هم يطلعوا البلدية، نحن 35 سنة يتجدد العقود شيء رسمي، يعني كل كما ينتهي 3 سنوات أو 5 ينتهي يتجدد وانتهى الموضوع. تفاجأنا سبل 2021 أنه العقود توقفت ما تتجدد. والله ما نعرف وين راح نروح، يعني هو أصلا شغل بالموصل ماكو. أنا أحكي لك عن نفسي، أنا عامل طالب كلية عندي مصاريف،
زين هسه من بطلت فلشوها اجوا، وين اروح؟ امين اصرف؟ طالب كليه اهليه، هم ينطوني القسط اللي راح يفلشونه؟ بطلنا جو هسه راح نبطل من هنا فلشوها، وين راح نروح؟ وين راح نشتغل؟ هو اصلا ماكو شغل بالموصل، ارزاقنا انا كعامل راح انظر اكثر من ابو القاعه، اكثر من ابو القاعه راح انظر. نطالب الرؤساء الثلاثه ووزراء نينوى ونواب نينوى المحترمون، ونطالب كما نطالب سيد محافظ نينوى ونطالب مدير بلدية الموصل بإيقاف إجراءات الإزالة بحقنا، وكوننا احنا عندنا اكثر من 4000 و5000 عامل، هذول شنو مصيرهم؟ وين راح يتجهون؟ اقل موقع بها 40 الى 50 عامل، 40 الى 50 عامل، وين مصيرهم؟ وين يروحون هذولا؟ ونسبة البطالة عندنا بمدينة الموصل فوق 50%. والختام سيكون من ديالى التي تشهد تقدما إعماريا على مستوى الخدمات الأساسية والترفيهية، وذلك بعد سنوات من الإهمال الحكومي والانشغال بالملف الأمني. أولى بوادر ذلك إنشاء أول كورنيش على ضفاف النهر. نتابع. بعد سنوات من الإهمال الحكومي وانشغال الأجهزة الأمنية بالتصدي للعناصر الإرهابية والخارجة عن القانون، تشهد اليوم مدينة بعقوبة حملة إعمار طالت الحدائق والطرق العامة، بالإضافة لضفاف نهر ديالى الذي يشهد إنشاء أول كورنيش في ديالى على الطراز الحديث. تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي، بالتأكيد سعداء بالمشاريع التي تشهد محافظة ديالى ومدينة بعقوبة على وجه التحديد خلال الشهور الأخيرة. نتمنى أن تستمر هذه المشاريع على نفس الوتيرة، نتمنى أن تكون هناك اهتمام بباقي مناطق محافظة ديالى، بالتأكيد هذه المشاريع راح تخدم المحافظة وتخدم أهالي ديالى بشكل كبير. انطلقت الحملة من قضاء بعقوبة لتتوسع إلى جميع مناطق ديالى، هذه المناطق التي شهدت عمليات تخريب للبنى التحتية على يد تنظيم داعش الإرهابي ونزوح أهلها لسنوات عديدة، ليتم إعادة إعمارها بمشاريع خدمية تتجاوز نسبة إنجازها 95%. تم تنفيذ هذه المشاريع لتجميل مدينة بعقوبة، وصل نسبة الإنجاز فيها إلى 95-96%، وسيتم افتتاحها خلال 10 أيام القادمة. هناك أيضا خطط في الموازنة القادمة لإنشاء مراكز للترفيه أو مناطق ترفيهية بقرابة 50 دونم، سوف تكون في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى. ووضعت الإدارة المحلية خطة لمشاريع خدمية واستراتيجية تكميلية، وبانتظار الموازنة القادمة للمباشرة بها. وتبين هذه المشاهد مدى الاهتمام الحكومي ببعض مناطق ديالى على أمل أن تشمل خطة الإعمار جميع المناطق، وخصوصا التي شهدت أعمال عنف وعمليات عسكرية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. بذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. صمود غزة يدخل يومه 24، وفصائل المقاومة تواصل ردع الاحتلال بعمليات نوعية. وتحصبا من تكرار الغارة الأمريكية، فصائل مسلحة تعيد تموضعها على الحدود العراقية السورية. ونصرة للقضية الفلسطينية، تحرك نيابي لطرد السفيرة الأمريكية وقطع العلاقات مع داعمي الاحتلال. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وأيضا انستغرام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.